انا شاعر بلادي اعتقادي باسم الطائفي ما بنادي انا شاعر بلادي اعتقادي باسم الطائفي ما بنادي بصوتي جامع الصلاة ورنباك وبخلوتنا بتسجرني العمادي انا شاعر بلادي اعتقادي باسم الطائفي ما بنادي بصوتي جامع الصلاة ورنباك وبخلوتنا بتسجر العمادي يوسف بيكا مصر المجنح صار الارض ما بتحمل جوابي هو ابو طول رئيسك في المشد رح بطلك حتلاقي اعتمادي وانا ما بقبل تقولوا وانا ما بقبل تقولوا تبجح بطايفته فيحصل عفافي انت جبرتني غرد واصبح تقلك مين نحنا بالسيادي انا بعرف روح انا ما بقبل يقولوا بجح بطلبته بطلبته طيحصل عائفادي عائفادي انت جبرتني غرد واصبح وقلك مين نحنا بالسيارة مازالك بالديانة بديك تشرح انت سلاحي عم تحارب فؤادي طريق الدروز بكل مسرح اتركه بقدرك عن نور مازالك بلشت بالدين تشرح السياسي وبسلاحي عم تحارب فؤادي طريق الدروز بكل مسرح اتركه بقدرك عن نور وشادي يا قاصد عطف من عبي تربح ومنا تشحد الزقفي شحابي يا قاصد عطف من عبي تربح ومنا تشحد الزقفي شحابي تسجدنا صفيل الشمع مذبح السلح بالطهارة والعبادة وبخمس حدودنا وباسم حدودنا الخمس لتندح على الشيطان ما إلهم جلادي وباسم حدودنا الخمس لتندح على الشيطان ما إلهم جلادي هودي سلاح ثابت ما بزحزح بعرش الله الخلق هادي وفادي الإمام الحق ومسيح الحق عندنا بيسمح السياسي اعلى العنار غادي بكره رح يجي بالصيف يذبح وما رح بيضل انقطع حياه امام العقل عندنا بيسمح السياسي اعلى العنار غادي بكره رح يجي بالصيف يذبح وما رح بيضل انقطع عقيادي وشيخ العقل وعنا ما بيصلح فيتسلح بحكمة عقل هادي وما في ولا شيخ ميزانه بيرجح فيتسلح التقوى زيادي وكما البيك ما في أذكى ولا أفصح وكما البيك ما في أذكى إلا أفصح ولا أطلق من ثانو بالنوادي سياسي عالمي بالشرق أصبح من عقيدي والمبادي وكما البيت ما في أجل لا أفصح ولا أطلق من ثانو بالنوادي سياسي عالمي بالشرق أصبح من سلاح العقيدي والمبادي والوقفات فيها ما بيرجع هو إذا بلش بتحريك الأياد انعبس بالشمس دمع الصهاب تنضح وبيصفي لونها الأشقر ما وقفات فيها وقفات فيها ما بيمزح إذا بلش
بتحريك الايادي عبد الشمس دمعتها تنزح بصفي لونها الاشقر غادي ارمادي عند رجال لو مرت نحنح وعند رجال لو مرت اتنحنح يا بين الموت لو جرب العادي برد الموت كان شرشح شرشح وجريح نضيع بواب العيال والمير 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 اللي طلع الختم ينزح سلاحه كان بتشانون شادي والمير اللي طلع الختم ينزح سلاحه كان بتشانون شادي مثل شاعر عم يغني موشح ويتغزل بعينين الغوادي الامير المصطفى الامير المصطفى سلاحه بيشرح ركع له الكون وسباع البوادي بعين عيونه كان قاعد مرحرح من نفسه وامير المصطفى الكون وسباع البوادي بعين عمود كان قاعد مرحرح من مجد مجد لبنان بادي بادي والعلامي اللي الزمان والارض تحته العلامي اللي الزمان الارض تحته وقالت له بعمرك يا فؤادي بلاد القرن شو كسر وشلح طالعك الفقير الاعتيادي ولوادي الطين ولوادي الطين قل له يا مسلسح شو بتعرف عن الدرزي يا وادي بقوة كترنا سيفه بيسلح حفرني وصرت وادي وهون هادي ايه ابتال الدروز الكل مطرح كانوا بعدهم فوق الاعادي لا في صلى ما في صلى بهالعالم بتنجح حتى نكون نحنا بقيادي الاطفال الجنود الكل مطرح كانوا بعدهم صوت الاعادي وما في ثورة بهالعالم بتنجح حتى نكون نحن بالقيادي وانت بتشوف وينك يا مكرسح وانت بتشوف وينك يا مكرسح بتحكي بالسياسي عبرادي بمطرح من عمل للدم مسبح كالسيف يلا يا ولادي نحنا بنتنا مخبي نحنا بنتنا بخبي الملوح اذا عملت عروسة غسل نادي قبل ما تطلب الشال الملوح بتطلب فرد بجهاز السعادة ولما طفلنا عينو بيفتح بيقلو يا بجي صرت بابي ما بدي تقن تأسرح وامرح بدي سلاح تأحمي بلادي ومازال البنت ومازال البنت عنا ما بتفرح بدون سلاح لو نادى المنادي ومازال طفلنا فينا انطلح وتشهد بالسياسي كتير فينا منك ما حدا طالب شهاد شو بتعرف عن الدرزي يا وادي هيدا كاس لبنان كاس لبنان والارض بس الموضوع تمام لواد الطين كل الويان صوتك شو بتعرف عن الدرزي يا وادي بقلك كتر ما الصيف وبيصلح حفرني وصرت وادي وهون هادي وابطال الدروز الكل مسرح كل مطرح كانوا بعدهم فوق الاعادي
وفي ثورة بهالعالم بتنجح حتى نكون نحن بالقيادة. قول بشوف عينك يا انكروتا حتحكي بالسياسي عبرادي بمطرح من عمل الدم مسبح. وقال السايس يلا يا اولادي نحن بنتنا بخد الملوح اذا عملت عروسة غصن نادي. قبل ما تطلب الشال اللواح تطلب طرف بجهاز سعادي. ولما تطلع عينه بيفتح بيقله يا بجي صرت زادي. ما بدي طقم فاصرح وامرح بدي سيف بدي سلاح فاحمي بلادي. ما زال دمت الا ما بتفرح بدون سلاح لو نادى المنادي. وما زال طفلنا فينا مسلح لا تشهد بالسياسه كثير فينا منك ما حدا تابعها.